كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نشكر جميع الاطر اللي شاركوا في هذا الاحتفال تاع اليوم السجل الوطني الذي يصادف 6 دجنبر من كل سنه، نيابه حارس الاتحاد الاسلامي، نيابه عن كل الاطر واللاعبين للاتحاد الاسلامي. وجدي كنشكر هذا الجمعيات اللي كيوقفوا على هذه، وبغينا نفرحوا الساجين. أبينا إلا أن نشارك إدارة السجن المدني بمدينة وجدة هذا الحفل اللي قاموا به في الاحتفال بالنزلاء في إطار اليوم الوطني للساجين، وهذا دخل حتى في السياسة ديال الفريق ديالنا. صراحة باسم جميع مكونات فريق المدير الوجدية بالمكتب المسير على رأسهم السيد هوار محمد، لاعبين، طاقم تقني، محبين، جمهور، زعما احنا جد فرحانين بهذه الدعوه هذه اللي نشاركوا في اليوم الوطني للساجين. بكل صراحه توجنا اوقات ممتازه، مقابلات كانوا في المستوى، سجناء تبارك الله عليهم عبروا على مستوى جيد، كان مستوى يعني متكافئ. تحتضن مؤسسة السجن المحلي بوجدة فعاليات الأسبوع الوطني للسجين التي تصادف 6 دجنبر من كل سنة. تأتي هذه التظاهرة في إطار المجهودات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في أنسنة ظروف الاعتقال، وهي مناسبة من أجل عرض منجزات المؤسسة السجنية والحصيلة في مختلف المجالات والميادين، سواء الثقافية، الرياضية والدينية. في هذا الحفل الختامي أقيمت مباراتين بين كل من الفريق المولودية الوجدية والفريق الفائز بالبطولة الجهوية لكرة القدم، وفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي وفريق مؤسسة السجن المحلي بوجدة. كل هذه الأنشطة وهذه المبادرات ما هي إلا رسالة إلى المجتمع المدني، ورسالة إلى مختلف الفعاليات من أجل وضع خطة ووضع مقاربة جديدة للتعامل مع نزلاء المؤسسات السجنية، ومد يد التواصل الجزيل لكل الفاعلين والمشاركين في إحياء هذه التظاهرة الرياضية الإنسانية بالدرجة الأولى، لما لها من أثر كبير على نفسية وعلى يعني نزلاء المؤسسة السجنية. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.